لا راه الناس هنايا ساكنين حدانا هنايا قراب كيجيو حتى لنا قراب لهنايا يقربوا الزباله انتم تخلوا على البركاص يلوحوا بها يلوحوا بجنابنا هنا يوميا هنايا كنبغيو نضربوا مع بنادم يوميا وكاين شي وحدين كيجيو كيحرقوا الخيوطه ديال النحاس هنايا عندنا الدراري الصغار الريحه كتخنقنا هنايا والدراري الصغار ما نكذبش عليك هنايا مخلصين الدنيا غنام و حمير حاشاك هنايا وطوباس كيجيك لافيراي تما ديك الجناب ديك الدخاش الشم وهنا هكا كتشوف الزبولات والطرابات كيجيو اللي جاي خوي هنايا اللي جاي كاين الاحترام الاول اخويا هنا هنا غير دبروا لنا على شي مشكل كنبغيو نهضروا مع شي واحد كيطردك بين عيني يقولوا ندبر احنا كبرنا على الحبس عندي بني يا خويا واش انا جانا غنبقى يوميا غادي للحباسات ولا على حاجه بحال ما هادشي كنقول انا جيران راهم عارفين عارفين بركاسه عندنا قراب هنا لبعضياتنا يعني المحاله البركاسه كتشوف كتخرج يوميا يوميا نفس السيناريو كتشوف بنادم كتشوف راه ساكن قريب باش يعني يحترم ويلوح في البركاسه كيلوح انا بجنابك الكلاخ بنادم باش يفكر ما فهمتش ديال البلديه كيجيو يديروا خدمتهم ماشي ما كيديروا كيجيو شحال قدهم ساكن غيبقاو راه دير البال تاهم كيجيو كيوصل الوقت ديالهم كيخصهم يمشيو تاهم عندهم وليدات عندهم الله يحسن العون الجميع والتراب كيجيو كيجيو بالكاميوات كيديو هاد الايامات اللي ما بقاوش جاو الكاميوات او كنشوفوا ان شاء الله عم قريب يديروا لنا شي حاجه هنا يحيدوا لنا هذا الشيء اخويا كنتمناو من الله يديروا شي موبلات ولا شي جرد هنا ولا شي حاجه اللي يعني ما بقاوش راه بزاف اخويا ما نكذبوش على الله تمحلنا بزاف محلين بزاف مع الزباله ماشي عزيز بالعادي ديال الديور زعما ولا كيجيبوا حتى التراب حتى الياجور كيلوحوا هنا حتى ولاو جبال يوميا اخويا كان عايشين ما بقينا عارفين واش عايشين في دار ولا في زباله ما بقيناش فهمنا والو انحاء من جميع الاتجاهات ماشي عام من هذه المنطقه جميع الاتجاهات من ساكنين هنا من الفوق من كيجيو يلوحوا هنا قال ساكنين هنا بجناب كيخلي على البركاسه كيخلي على البركاسه ساكنين هنا بجناب كيخلي على البركاسه وكيلوح هنا كندوي معاه تنقول له اخويا راه حشومه ولا هذه ولا ولا واختي راه حشومه قال كتقول لي راه عباد الله راه لايحين هنا اخويا راه انا راه لحت هنا نقول له انت فكر زيد من عقلك تخلي على البركاسه هما لاحوا تما وديري راسك فيهم وما تلوحي تما كنقول له زيد شويه كتقول لي باغا تضارب معايا وانا غندير راسي في المراه خويا نلو عليها اليدي ولا حاجه وانا انا عندي خواتاتي ما نبغيش انا اللي غادي يدير لي خواتاتي انا نفس بحال المخ ولكن ملي كنهضر معاه بالخصم احترم خاصني راه بالهضره في الغاده باش غادي تشد واحد الطارو اش فيها زدتي واحد خطيوات كملي ولوحي في الطارو راه حشومه هي دير راسها هي راه ساكنه هنايا ولا كتسكن هي ربما في هاد الديور شوكيين ولا حاجه ما غاتبغيش بحال ما هادشي راه قالك احترمت احترم بنادم راه كيشوف الحاله كيف دايره يوميا كيجيو يحرقوا هذوك البواعره كيجيو حرقوا الخيوط ديال النحاس كطلع لنا واحد الريحه اش غنقول لك ما شاء الله عندنا الدراري الصغار اخويا كنطلبوا الله يا ربي دير لنا الشوال تاع الخير هنايا يحاول ما امكن الدار شي يتبناو موبلات ولا شي جرده ولا شي حاجه يعني ما نبقاوش نشوفوا بحال ما هادشي